النهاردة إن شاء الله عن الوقود الدافع أو بروبلانس، ومن اسمه الوقود الدافع فاحنا بنتكلم عن مادة كيميائية بتستخدم في دفع المقذوفات. فتعريف البروبلانت هو chemical mixture burned to produce thrust، يعني بيتحرق عشان يولد قوة دفع، in rockets في الصواريخ مثلا أو في أي أداة بتأدي لإطلاق مقذوف، وبيكون من fuel وأكسيدايزر ده أساسا ومعاها شوية إضافات. بالنسبة للفول هو substance هتتحرق لما تتحد مع الأكسجين producing gases، ودي شرط مهم جدا في الوقود الدافع إن احتراقه بينتج عنه gases. والأكسيدايزر اللي هيكون مع الفول لازم وظيفته هو release oxygen عشان يحرق الوقود ده. بشكل عام propellants are classified into liquids و solid و hybrid propellants. ففي وقود دافع سائل وفي صلب وفي هجين. طبعا ده شكل صاروخ بيستعد للانطلاق، وانطلقت الجازس الناتجة عن احتراق الوقود بداخله واندفع في اتجاه السماء. طبعا في خطأ في ان البعض بيظن ان اندفاع الجازس نحو سطح الارض هو اللي بيولد قوة دفع بتسبب اتجاه الصاروخ لأعلى، وده مش صح. فلو بصينا على مخطط لجسم الصاروخ وشوفنا الغرفة اللي فيها الوقود بيحترق، فهنلاقي ان عند احتراق الوقود المفروض بيتولد ضغط في جميع الاتجاهات. فلو كان الغرفة دي مغلقة فالصاروخ مش هيتحرك من مكانه، لكن نتيجة لوجود فتحة في جانب من جوانب الصاروخ بيخرج منها الجازس الناتج عن الاحتراق، بيتولد ضغط في الجهة الأخرى المغلقة من مقدمة الصاروخ، وبالتالي بيندفع الصاروخ للأمام. وطبعا النوع ده من الحركة بيكون ينطبق عليه قانون نيوتن الثالث، ان الكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. كنا قلنا ان البروبلانس يا اما سوليد او ليكويد او هايبرد. فبالنسبة للسوليد اللي احنا هنبدأ الكلام بيه، فالسوليد بروبلانت موتورز دي بتكون the simplest of all rocket designs، هي ابسط ديزاين للروكتس. بيكون مكونة من كيسينج، ودي بيكون ستيل أو ألومنيوم filled with mixture of solid compounds اللي هتكون طبعا زي ما قلنا fuel وأكسيدايزر ومعاهم بعض الإضافات، which burn at rapid rate expelling hot gases from nozzle اللي هي الفتحة اللي بيكون في الصاروخ to produce thrust. طبعا المكتشر ده من الفول والأكسيدايزر والأديتيفز بيكون شكله زي العجينة اللي لونها رصاصي سميكة وبتتشكل على هيئة اسطوانات. فلو شوفنا هنا مخطط للسوليد روكت موتورز هنلاقي الوقود بتاعنا السوليد بروبلنت على شكل اسطوانة، بيتم عمل تجويف في وسط الاسطوانة، والتجويف ده احيانا بيكون شكله زي الانبوب واحيانا بياخد اشكال اخرى. والشكل الداخلي للتجويف ده هنتعرض له ان شاء الله في فيديو تاني منفصل ونشوف تأثيره على الريت بتاع الاحتراق بتاع الوقود. بالنسبة للطرف الأيمن من الصاروخ فبيكون موجود النوزل اللي هتخرج منه الجازس، وبيكون طبعا بالشكل ده علشان يسرع عملية خروج الهوت جازس من الصاروخ أثناء الاحتراق. في الطرف الآخر لازم يكون فيه فورورد انسليتور عشان يمنع تسرب الجازس من الطرف الآخر للصاروخ، فتندفع جميع الغازات الساخنة من طرف واحد فقط. طبعا نتيجة الطاقة الهائلة وخروج الهوت جازس من الصاروخ فلازم نعزل جسم اسطوانة الوقود عن جسم الصاروخ أثناء عملية الاحتراق، فعشان كده بنضيف انسوليتور اللي هو هنا بالخط البني. ده هيعزل بين جسم الصاروخ الصلب وبين عمود الوقود. جسم الصاروخ هنا هيكون باللون الأبيض. طبعا لازم نحط فورورد كلوجر علشان يقفل مقدمة الصاروخ بإحكام وما يسمحش بالضغط الهائل اللي جوه ان هو يخرج الهوت جازس من مقدمة الصاروخ، رسمينه هنا باللون الاخضر. وطبعا نفس الكلام عند الطرف اللي فيه النوزل، لازم نحط ريتيننج رينج علشان تحكم اغلاق النوزل على جسم الصاروخ. فده بشكل عام المخطط للسوليد روكت موتور. وطبعا عرفنا الاجنيشن بتاع السوليد بروبلنت بيحصل from the center towards the side of
the casing، وقلنا ان الشيب بتاع السنتر شانل اللي هو التجويف الداخلي اللي كنا قلنا انه على شكل انبوب بيحدد the rate and pattern of burn، وده بيعني نوع من التحكم في الاسترست، وده هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في فيديو تاني. لكن بشكل عام لو ده كروس سيكشن للعمود بتاع الوقود، لاسطوانة الوقود، فهنا التجويف على شكل انبوب دائري، اما هنا التجويف على شكل ستار. هنا في نوع اخر من التجاويف، هنلاحظ ان العلاقة بين الثرست والتايم بتتغير مع تغير شكل التجويف الداخلي في عمود الوقود الدافع. طبعا من الواضح جدا ان unlike liquid propellant engines the solid propellant motors cannot be shut down. Once ignited they will burn until all the propellant is exhausted. وفي two kinds or two types من solid propellants: homogeneous أو composite. homogeneous يعني متجانس، و composite يعني مخلوط. فبالنسبة لل homogeneous propellants أو اسمها التاني smokeless propellants لأنها ما بيطلعش منها أدخنة، فدي بتكون يا إما simple base أو single base و double base و triple base. ال single base بتكون مكونة أساسا من نيتروسليولوز، والدبل بتكون نيتروسليولوز ومعاه نيتروجليسرين. أما التريبل بيز فبتكون نيتروسليولوز ونيتروجليسرين ومعاهم نيتروجوانيدين، وهناخدهم بالتفصيل إن شاء الله، وبيكون طبعا مضاف معاهم بعض الإضافات الأخرى. وكونهم إن هما do not produce traceable fumes عشان كده بيبقوا commonly used in tactical weapons. اما بالنسبة للنوع الثاني من الكومبوزيت بروبيلانس او الهيتيروجينس بروبيلانس، فده بيكون ميكتشر من سولتس مطحونة جيدا اللي هي بتكون اوكسيدايزرز زي الامونيوم نيتريت او الامونيوم بيركلوريت وغيرها، مطحونة مع فول. اي نوع من الاوكسيدايزرز دول بيكون بيمثل حوالي 60% ل 90% من الماس بتاعت البروبيلانت، وبيكون مطحون مع فول اللي ممكن يكون ألومنيوم اللي هو طبعا بيتفاعل مع أكسجين بسهولة ويحترق، وبيكون فيه بوليميريك بندر زي البولي يوريثين. طبعا additional compounds are sometimes included، بيتم إضافتها ككاتاليست to help increase the burning rate عشان تزود معدل الاحتراق، وهنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. طبعا لما نيجي نفكر في الكيمستري بتاعت البروبيلانس، فاحنا بنفكر في المكونين الأساسيين الفول والأكسيدايزر. وإذا بصينا الجدول الدوري فهنلاحظ إن البيتر أكسيدايزرز هتكون كلما اتجهنا يمينا، والبيتر فولز كلما اتجهنا يسارا، لأن الإلكترونيجاتيفيتي بتاعت العناصر بتزيد كلما اتجهنا يمينا، فقدرتها على سحب الإلكترونز من العناصر الأخرى أكبر، وبالتالي كلما اتجهنا يسارا فالعناصر دي بتصلح كفول. وطبعا افضل اكسيدايزر هو الاكسجين، وبرغم من ان الفلورين اكتر منه في القدرة على الاكسدة، لكن التعامل معاه عمليا مش سهل وهو سام طبعا. وبالنسبة للفولز فنلاحظ ان الكربون والهيدروجين والسلفر هما انسب فولز، وهنشوف بعد كده ان شاء الله ايه دور النيتروجين في المركبات بتاعتنا، وايه دور اضافة الالومنيوم والمغنيسيوم للمركبات دي. طبعا السوليد بروبيلانت بيستخدم في تحريك الروكت، والروكت هو سيلف بروبيلد ويبون سيستم باورد باي روكت انجن، وزي ما احنا شفنا ده المخطط البسيط بتاعه، ده جسم الصاروخ ودي الحمولة اللي بيشيلها في مقدمة الصاروخ البيلود، وبيكون في جوه طبعا الوقود السوليد فيول مع الأكسيدايزر أو البروبيلانت، وبيحصل إجنيشن عن طريق إجنايتر بيكون موجود جوه الصاروخ، وبيحصل الاحتراق من الداخل من التجويف اللي احنا صنعناه، وبيتجه الاحتراق إلى الخارج. وطبعا دي النوزل اللي بيخرج منها الهوت جازز اثناء عمليه الاحتراق للماده الكيميائيه اللي هي الوقود الدافع. طبعا الروكتس في منها انواع كتيره جدا بتستخدم لاغراض مختلفه، فلو في اكزامبلز شفناها من السيرفيس تو سيرفيس
روكت سيستمز. فاللي على اليسار ده البي ام 27 وده نظام روسي، وهنا اللي على اليمين ده الام 270 وده نظام امريكي. في روكتس طبعا او ميسلز بتستخدم تحت المية اللي احنا بنسميها التوربيتس. بعد ما شفنا مقدمة سريعة جدا عن البروبلانس، فهنشوف البدايات بتاعت البروبلانت. فأول بروبلانت تم اختراعه على الإطلاق هو البلاك باودر أو البارود، وده عرفه المسلمون في الأعوام 500 إلى 600 هجريا، يعني حوالي من 1100-1200 ميلاديا، وكانوا بيستخدموه في العمليات الحربية، وعرفوا الصينيين أيضا واستخدموه. البلاك باودر أو كما كان يطلق عليه الجان باودر كان بيستخدم طبعا في الأسلحة النارية، كان ميكستشر من الشاركول مع السلفر مع البوتاسيوم نيتريت، والبوتاسيوم نيتريت كان بيكون 75% منه، لأن ده طبعا الأكسيدايزر رمزه KNO3 فمليان بالأكسجين، وده اللي هيطلق الأكسجين اللي هيحرق الشاركول والسلفر اللي هيكونوا كفول جوه المكتشر. وكان الشاركول نسبته 15% والسلفر 10%. ده شكله، وده شكل مدفع قديم من اللي استخدمه المسلمين في اوائل اكتشافهم للبلاك باودر. طبعا احنا قلنا ان الجان باودر او البلاك باودر الستاندرد بروبورشنز بتاعته 75% بوتاسيوم نيتريت و15% شاركول و10% سلفر، لكن الريشوز دي ممكن تختلف حسب الغرض من استخدام الجان باودر او البلاك باودر. فمثلا الخليط كان ممكن يختلف بحيث ان النيتريت تكون موجودة بنسبة 70% فقط من الميكشر، والشاركول 14% والسلفر 16%. وده شكل احد البنادق القديمة اللي كانت بتستخدم البلاك باودر في عملية اطلاق الرصاص. طبعا احنا قلنا البوتاسيوم نيتريت هي الاكسيدايزر والشاركول ده الفول. طب ايه فايدة السلفر؟ السلفر هيكون فول هو كمان، لكن له ميزة اضافية ان هو بيسرع الريت اوف كومباتشن بتاعة الفول. وبالنسبة للسيمبل كيميكال اكويشن بتاعة الكومباستشن بتاعت الجان باودر او البلاك باودر، فالكي ان او 3 بلس السلفر بلس الكربون بتدينا كي 2 اس بلس نيتروجين بلس سي او 2. وهنشوف دلوقتي مجموعة من البنادق البدائية اللي كانت بتعتمد على البلاك باودر في اطلاق الرصاص. فدي تشكيلة من البنادق البدائية، موجود فيها هنا الهامر اللي بيضغط على جزء معين عشان يطلق شرارة، والشرارة دي تقدر تحرق البلاك باودر فتنطلق الرصاصة. وهنشوف هنا مثال لعملية تعبئة البنادق القديمة دي بالرصاص. طبعا هنشوف دلوقتي الجزء الخاص بإطلاق الرصاصة من البندقية، وهو مكون من هامر اللي هو هنا، اللي لما بيتسحب لورا بيبتدي يضغط هنا على كاب. الكاب ده فيه شريط احتراق صغير بيولد شرارة صغيرة، الشرارة دي بتبتدي تنتقل للبلاك باودر اللي بيتحرق ويطلق الرصاصة بالشكل ده. هنتكلم عن البوتاسيوم نيتريت. فالبوتاسيوم نيتريت بيكون شكله وايت باودر لما بنحضره في المعمل، لكن البوتاسيوم نيتريت كان معروف طبعا قبل كده زي ما قلنا للمسلمين وللصينيين. ازاي عرفوه؟ كان معروف لانه متوافر في الطبيعة، وكان معروف باسم الملح الصخري او سولت بيتر. كان موجود في الكهوف زي الشكل اللي احنا شايفينه في الصورة، وأيضا بنقدر
نستخلصه من التراب زي ما هنشوف دلوقتي. فهنشوف دلوقتي الطريقة البدائية اللي كانوا بيحصلوا بيها على البوتاسيوم نيتريت أو الملح الصخري. هنا بيبتدي يحط شوية أوراق شجر داخل الوعاء اللي قدامه ده عشان هيستخدمهم كمصفاة يصفي منها المية اللي هيحطها على التراب. بعد ما حضر الوعاء بتاعه هيروح على حظائر الحيوانات، لأن ده أكتر مكان هيكون فيها التربة مشبعة بالبوتاسيوم نيتريت، وهيجمع شوية تراب. وهيحطهم في الوعاء التاني اللي هو كان محضره كمصفاة. هيحط وعاء معدني تحت لاستقبال المية اللي يغسل بيها التراب. طبعا البوتاسيوم نيتريت هيدوب في المية وهينزل في الوعاء اللي تحت. هياخد المية اللي حصل عليها ويغليها عشان طبعا يبخر المية فيتركز البوتاسيوم نيتريت. بعد كده هيعمل فلتريشن بطريقة بدائية للمحلول اللي عنده باستخدام النباتات. هيستخدم ساق النبات المجوفة كأنبوب وهيحط فيه السائل اللي فيه طبعا تركيز عالي من البوتاسيوم نيتريت، وهيسيبه يبرد لمدة 14 ساعة. وطبعا لما بيجي يستخرج الملح الصخري بيكون هو ده البوتاسيوم نيتريت. طبعا لازم يبقى واضح بالنسبة لك ككيمست ان عملية استخراج السولت بيتر او البوتاسيوم نيتريت من الكهوف وبالطرق البدائية دي كانت العملية الوحيدة والشائعة والأساسية لقرون، فهي عملية بدائية لكن كانت عملية مستعملة لفترة طويلة جدا وكانت مجدية جدا في الحصول على البوتاسيوم نيتريت في وقتها، وهي مجدية طبعا للحصول على البوتاسيوم نيتريت في حالة عدم توفره. والبوتاسيوم نيتريت من المواد اللي ليها ابليكيشنز كتيرة جدا وفوائد واستخدامات في مجالات مختلفة، سواء كفيرتلايزرز او كاكسبلوسيف او في الفارماكولوجي للعلاج. دي نماذج من الروكتس البدائية اللي كانت تستخدمها الجيوش في المعارك.
وكانت معتمدة على الجان باودر، وكان التركيب بتاع الجان باودر 65% سولت بيتر، و20% شاركول، و15% سلفر. الصاروخ البدائي ده اللي انت ممكن تشوفه ان هو مضحك او يشبه الالعاب النارية، ده البريتش كونجريف روكت اللي كانوا بيصدموه في المعارك، لكن البدايات البسيطة دي هي اللي بعد كده بتتطور وتتحول الى اسلحة متطورة. هنا طبعا نفس نوع الروكتس لكن مسنود على عجلات. دي شكل القذيفة بتاعت الروكت ده، وطبعا في المعارك كانت بتسبب أضرار أثناء المعركة كسلاح. كلهم قايمين على نفس الفكرة، احتراق البروبلانت لإطلاق مقذوف وإصابة هدف وتدميره. هنشوف أيضا نوع من المسدسات البدائية اسمه فلينت لوكس، كان برضو بيستخدم البلاك باودر. ده شكل المسدس. هنا طبعا في الهامر، لكن الفرق بينه وبين المسدسات التانية ان الجزء ده كان بيتحط فيه حجر صوان والجزء ده حديد، فعند الهامر لما بيخبط بالحجر في الحديد بينتج من احتكاك الحجر والحديد شرارة، والشرارة دي هي اللي بتبتدي تحرق كمية صغيرة من الباودر فتسبب شرارة أكبر، تبتدي تحرق الكمية الأكبر من الباودر وتطلق الرصاصة. ده الشكل الداخلي للنوع ده من المسدسات. هنا الهامر اللي فيه حجر الصوان، وهنا فيه الجزء الحديدي، وهنا فيه الباودر البلاك باودر، وهنا فيه الرصاصة اللي هتنطلق. فلو بصينا بالتفصيل على التركيب الداخلي للنوع ده من المسدسات، فهنلاحظ ان الهامر هنا متثبت على كذا جزء. الجزء ده دراع بيحصل فيه شد لما الهامر بيتسحب لورا، واثناء الشد ده القطعة اللي هنا فيها تجويفين بتتحرك، فلما بتتحرك في قطعة تالتة فوق الزناد، ده الزناد، في قطعة تالتة هنا فيها سن بتدخل في تجويف آخر، فبيحصل شد أيضا في القطعة دي. بمجرد سحب الزناد للخلف بتتحرك القطعة اللي فوقيه، فبتتحرر القطعة المثبتة على الهامر، فالهامر بينزل ويخبط في الجزء المعدني لتوليد الشرارة. ودي الفكرة الرئيسية لكتير من البنادق البدائية والمسدسات البدائية لتوليد الشرارة، وأيا كان شكل الهامر والجزء اللي بيتخبط عليه، ففي الآخر المحصلة هو إنتاج شرارة لإحراق كمية صغيرة من الوقود، وبعدها إحراق البلاك باودر الكمية الأكبر. ولما تحترق الشحنة الكبيرة من البلاك باودر بتندفع الرصاصة مباشرة زي ما هنشوف دلوقتي. هنا بتنطلق الشرارة وبتحرق الشارج الصغيرة من الباودر، وبتبتدي التشارج دي تنتقل من ثقب صغير جانبي إلى التشارج الكبيرة من البلاك باودر عشان تحترق وتطلق الرصاصة.